What if مو ما جبت الفيوز اللي لازم تجيبوه؟ عادي بس أنا ما بفكر يعني ها لازم تسوي مثلا مليون فيوز ولا 10 مليون. إيتي بالعربي في كواليس فريش. بصراحة لا أنا قلت بقى من مرة نفسي كده بقى مرة يعني أبقى خلف يعني خلف الكواليس مش أو قدام الكواليس مش خلف الكواليس. أنا فريش 7 أيام بالأسبوع. أيوة دورتي لفيت يا مكرهت حبيت وانت اللي كنت تحلم بيه هنا عندي بالبيت. أحمد النشيط هلا فيك هلا فيك في مكانك. هذا صار خلص أنا وين ما بدي ضيعك بلاقيك هون بكراج اللي في كراج ستوديو. صورنا مع بعض بسنا فلوس وكان أول فيديو حقك 100% وبسنا فلوس واليوم بسنا فلوس واليوم عم نصور فريش. بهالأجواء الإيجابية كان إيتي بالعربي موجود في كواليس تصوير فيديو كليب أغنية فريش اللي تم طرحها في 2 سبتمبر على قناة مو فلوغز بالعربي وصار برصيدها أكثر من 2.5 مليون مشاهدة. ليه قررت مو بالذات؟ لأن مو بيوصل لأربع مليون وراح تكون بمناسبة وصوله لأربع مليون. يعني أنا راح أوصل في نفس اليوم إلى مليون، هو 4 مليون على قناته بالعربي وعلى قناة الإنجليزي يمكن يوصل إلى تقريبا 11 مليون. فقررنا أن تكون في هاي القناة. قررتوا مصلحة الأغنية وين أحسن بتجيب فيوز حطيته. وغير هاي الشيء مو يوم كنت تتكلم معه مو كان من شهر 10 كان وده ينزل أغنية ثانية. فكانت المفروض هاي الأغنية تنزل في قناته يوم وصل 2 مليون. فوق العشرين لسه ثابتين ومكملين يا chasing my dreams since 2015 me and my queen yeah. ومثل ما سمعنا عم بغني بالعربي حبينا نقابل مو بالعربي. بدك تحكي عربي اليوم؟ شي بعرف شي اوكي. اياك بتعرف كتير منيح والناس بحبوك وانت بتحكي عربي. ايه يعني ما بعرف ليش بس كلكم بحب يعني بعرف انا ما تعرف عربي بس أنا تحكي شوي بهب يعني I'm trying you know. لكن الأكيد أن تسجيل المقاطع العربية ما كان بهالسهولة. It needed so much time يعني أنا ما بعرف كتير عربي بس في الاستوديو مثلاً producer يقول بتقول يعني هيك وهيك يعني إحنا من السنة ما بعرف لغاني والله هاللغاني ما بعرف والله. بس تعرف تغني بالعربي؟ إيه يعني أنا عندي واحد لغاني في العربي يعني كلكم. مين بتغني بالعربي؟ بتغني أغنيتي أوكي أنا ماني عارف كيف وصلنا لهون صرتي بعيدة عني أنت اليوم أنا الحالي بعيدة في النجوم. What if مو ما جبت الفيوز اللي لازم تجيبوه؟ عادي بس أنا ما بفكر يعني ها لازم تسوي مثلا مليون فيوز ولا 10 مليون بس لازم the song needs to be good, the clip needs to be good, and if people like it, they like it, you know. طيب لكان لانا اجت لانا. هاي لانا احنا هون. تعي. How are you? لانا, you are the only girl in the clip. So tell us about your role. Well, obviously when we were doing it, like it was like so super random. Like we all came together and then they told me just do something on it. You only get one chance, so baby make it right. It doesn't happen twice, cause you know you're gonna rise. You know you're gonna fly so high. وحبينا نسمع لانا عم بتغني كمان بالعربي. Actually I'm gonna try in the future, so you may be seeing a song coming from me in Arabic. Let's try now. Do you know Arabic? Anything. ومشاركة لانا بهالأغنية كانت سبيشل فهي البنت الوحيدة بين 4 شباب ولهالسبب اشتغلت كثير على اللوك. So baby make it right, it doesn't happen twice, cause you know you're gonna rise, you know you're gonna fly so high. Yeah, like I have tried my best, like today from the nails to the accessories. I want to ask you about the nails. These are obviously fake and I can't live with these, so I literally stuck them on right now. So, but they're like matching. It's your idea? No, so basically I ordered them and because I can't, I do guitar and there's no way I can have them on. Like when I get home, I dip them in and I remove them after the shoots. وبيشارك بهالأغنية كمان دايلر وديبي قاد اللي بيتولى بالعادة الإخراج. هذا الفيديو كليب شكله مريح، انت نجم فيه طالع مش مخرج. بالضبط انا قاعد مرتاح هم بيصوروا والشباب ما شاء الله عليهم بصراحه يعني
انت عارف شغلهم يعني فايتس فاين. لا لا الموضوع مريح جدا يعني. بتدخل إشي بالاخراج بصراحه؟ لا انا قلت بقى مره نفسي كده بقى مره يعني ابقى خلف يعني خلف الكواليس مش او قدام الكواليس مش خلف الكواليس. تعيش حياه الشهره بقى شويه بقى شويه مره من نفسي يعني. حقك طبعا. طب المخرج مريحك مظبوط ولا لا؟ زي الفل بصراحه، الناس شاطره جدا والله. لا 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 وكرييتيف قوي يعني. طب جات هاي اول اكسبيرينس لك انت كواحد من المشاركين بالفيديو كليب، احكي لي عن دورك فيه. هي الاغنيه طبعا يعني الاغنيه من البرودكشن بتاعي الحمد لله، والاغنيه طلع حلوه جدا. دوري في الفيديو كليب انا واخد الكورس اللي هو الهوك اللي بيتعاد على طول، فكاني انا الكونكشن بين كل الاطراف اللي موجوده جوه الفيديو كليب. هرمبل بس اتعلم وارجع